ابتدى الفني التشكيلي ينفذ جداريه وفاء لاسرى سجن جلبوع الذين انتشقوا عنان الحريه من سجان عبر حفرهم باطن الارض بمعالق التي يتناول فيها لك الحفر وفيها باطن الارض ليخرجوا ويستنشقوا نور الحريه بعد تقريبا اكثر من 22 عاما قضوها في السجن. اللوحه تجسد وفاء للاقمار السته الذين نفذوا عمليه الهروب من سجن جلبوع. رسالة هي عز وفخار لكي نسلط الضوء على قضية الأسرى بأن هناك أكثر من 5000 أسير في السجون الإسرائيلية. حان الوقت بأن يخرجوا ويتنسموا عبير الحرية. الهدف من هذه الرسالة كما للطلقة وللقلم وللشعر وللنشودة الحكاية كالفن التشكيلي بألوانه بريشته بخطه أراد أن يوصل رسالة للعالم أجمع أن ينظروا إلى الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لكي يتنسموا عبير الحرية وعبير الانتصار.